في الحقيقة الحلقات ال 17 من المسلسلات الرمضانية كلها كانت أحداث مشوقة، سواء كان الأعمال الوطنية أو الاجتماعية أو الكوميدية. اللي فاتوا حلقات امبارح خليه يتابع معانا ملخص لأهم أحداث الحلقات ال 17. عندنا مسلسلات زي الكبير قوي الجزء السابع، مسلسل جعفر العمدة النجم محمد رمضان، مسلسل عملة نادرة وغيرها أيضا من عدد كبير من المسلسلات. كمان احنا عندنا مسلسلات ابتدت في النص الثاني من رمضان زي جت سليمه لدنيا سمير غانم، تحت الوصايا لمنى زكي، كشف مستعجل وحاجات تانية كتير. خلونا نشوف ملخص المسلسلات في التقرير اللي جاي. الحلقات ال 17 من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة. في الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة سافر محمد رمضان مع زوجته الرابعة زينة للبنان علشان يقضي معاها أيام سعيدة وأجواء رومانسية ودخولها المستشفى. في نفس الوقت بيخرج شوقي فتح الله أو منذر ريحانة من السجن، وأهالي السيدة زينب بيستقبلوه بعد لما قضى عقوبة حبسه بسبب إطلاق النار على جعفر العمدة اللي كان قتل أخوه الصغير حسني شتا عن طريق الخطأ والدفاع عن النفس. نور الدنيا يا شوقي. أنا عايز تركوا زينة بطول الشارع ده عشان بكرة فرحي يا فرقة. زفوني في الحلقة 17 من سوق الكانتو بتتمسك مي عز الدين أو راوية بطه القماش أو أمير كرارة، وبتبلغ والدها إنها بتحبه ومش هتقدر تستغنى عنه. والدها بيطلب منها إنها تسيب البانسيون وتروح تعيش في شقة بيمتلكها. راوية بلاش طه، ما تضيعيش نفسك مع عيل صايع زي ده. بابا طه مش صايع، وعلى فكرة بقى أنا بحبه وهو بيحبني وهنتجوز. كشفت أحداث الحلقة 17 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيلي كريم الكثير من الأحداث، أبرزها عثور شداد أو محمد لطفي على جثة شقيق نادرة نيلي كريم مدفونة في الجبل، وكانت نادرة معاه، ولما قدم ليها العزاء رفضت وقالت له محدش يعزيني يا شداد إلا بعد ما ياخد بتاره. شد حيلك يا نادرة، بقية في حياتك. محدش يعزيني يا شداد، العزة بعد ما خد طهره. بدأت الحلقة 17 من مسلسل الكبير قوي بذهاب دكتور ربيع أو بيومي فؤاد والكبير أحمد مكي للبروفيسور شرشابي أو حمزة العيلي علشان يساعدهم ويشوف حل في تركيبة جديدة تقدر إنها ترجع العترة لجسمه الطبيعي مرة تانية بعد تحوله لرجل عجوز. أنت مين؟ إيه؟ مين ده؟ أنت جاي عشان العربية الفرنة. فرنة إيه؟ لا لا، ده والد الحالة. الحالة؟ السيستافة يا لؤي، زيستافة بتاعت الحرب. ايه يا بروفيسور زيستافة؟ ما بقتش موجودة في السوق اصلا زيستافة، انت بتقول ايه؟ امال ايه؟ والد الحالة المريضة، الولد اللي اديت له التركيبة الغلط. الواد اللي كبر وتخن ده. ايوه هو ده. تضمنت احداث الحلقة 17 من مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوي سؤال البويطي أو خالد أنور للإمام الشافعي عن إيه أكتر حاجة بتشغل باله منذ وصوله للفسطاط؟ فبيرد عليه وبيقول له تدوين العلم، وإنه يحفظ ما وصل إليه من اجتهاد علشان ينفع بيه من جاء بعده. ما نفع علم واجتهاد وتفقه إذا لم يثبت، إذا لم يتم نقله. التدوين، أتحدث عن التدوين يا يوسف. أريد أن أدون ما تعلمته، ما اجتهدت فيه، ما وصلت إليه، وما أخذته عن المعلمين السابقين. في الحلقة الثانية من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، الموكوس محمد سلام اصطحب سليمة دنيا سمير غانم لخان الغجر علشان تبات هناك، لكن دخل عليها شخص بالليل وكتم أنفاسها فصرخت سليمة علشان تنقذ نفسها. في الحلقة الثانية من مسلسل تحت الوصاية بطولة النجمة منى زكي، استلمت سناء أو مها نصار شقيقة حنان أو منى زكي محضر ضبط وإحضار لحنان بسرقة المركب، وانتقل المشهد بذهاب حنان لأحد الأشخاص علشان تزور البطاقة وتغير اسمها لليلى. أنا عايزة البطاقة اللي هي بجد، بس كتير عليا قوي المبلغ ده يا عم شعبان. ما هو كتير عشان أنت طالبة لبن العصفور،
واحدة ميتة جديد وتكون أرملة ويكون عندها عيلين وكمان ولد وبنت، حوار كبير.